يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. تاخدها وانت قريتها كده ترجع وتهدى تصلي بيها، تبدأ بكلمة أمين. أمين يعني أنت مصدق على اللي اتقال ده، وفي سرك أو بصوت ما خافت أنت لوحدك في البيت برضو اختار مكان معين تقرأ فيه وتصلي فيه، وقت معين، قصة ممكن ما تتعداش 5 دقايق بس تظبط لك اليوم كله. اللي بيعرف يقعد مع الكتاب المقدس ويصلي الصبح ولو ربع ساعة بتظبط معاه اليوم كله، اليوم كله يبقى مختلف. زي ما يكون، أخطيت في التشبيه يعني، زي ما يكون شربت فنجان القهوة بتاع الصبح. مش في ناس تقول لك انا ما بعرفش اعدل دماغي غير بفنجان القهوه عشان اليوم يبقى، ما شربتش فنجان القهوه ابقى معكنن. هو نفس الكلام، بيتعود على الخلوه، القعده مع ربنا، ايفن حتى لو ربع ساعه مع ربنا الصبح، بتحاول تلاقي نفسه نازل الشغل مبتسم كده، نازل بيشع نور، بيفكر بطريقه اهدى واحكم ومتسامح شويه ومبتسم حبتين وبيعدي شويه. جابها منين دي؟ صدقوني القعدة بتاعت الصبح قبل نزول الشغل. فالجزء اللي قريناه: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، رأينا مجده، يوحنا شهد له وصرخ قائلا: نعمة عوضا عن نعمة. تقول له: يا رب فعلا. فرفع رب يوحنا بيقول لك: رأينا مجدك مجدا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: أنا يا رب يا ترى بشوف مجدك، أريني يا رب مجدك. وتفكر كده تقول: يا رب مش موسى قال لك قبل كده أريني مجدك؟ وانت رب ما خزلتوش، انت قلت له: حاضر يا موسى، بس مش هتستحمل قوي، هديك حتة مجد كده. ممكن يا رب تديني حتة مجد، انت عارف يا رب الموضوع الفلاني انا حطه قدامك، والموضوع اللي خاص بابني كذا، والموضوع اللي خاص بزوجي او بزوجتي كذا، ارني يا رب مجدك. رأينا مجده مجدا. شوف يوحنا يا رب بيقول ازاي، يوحنا الحبيب بيقول: رأينا مجده مجدا. طب يا رب يوحنا ده كان عشان عايش ايامك وشافك بجد. طب انت قلت: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يعني انا برضو ممكن اشوف حته مجدا، مش عايز معجزه يا رب، بس عايز احس بمجدك، ارني مجدك في حياتي حتى لو ابقيت على المشاكل، بس حسسني انك موجود جنبي. مش عارف اعملها دي. انت ازاي عملتها مع يوحنا؟ ازاي قلت ليوحنا الحبيب انا معاك؟ فابتدى يشوف راينا مجده مجدا. فانت هنا حولت النص لايه؟ لنوع من الصلاه، خدت الكلمه وحولته للصلاه. بص يا رب بيقول ايه: ومن ملئه ونعمه عوضا عن نعمه، يعني نعمه فوق نعمه. ايوه يا رب انا ما انكرش انك مديني نعمه، بس الحمد لله انك شجعتني اهو ان اللي عنده نعمه ممكن يطلب نعمه اكتر. يبقى انت رب مش زعلان، يبقى انا كده مش واحد متذمر ولا حاجه، انا بشكرك جدا جدا على كل النعمه اللي عندي. انا ما استحقش حاجه من اللي عندي خالص، لا بيتي ولا فلوسي ولا شغلي ولا عيالي، بس انت ديك بتقول اهو نعمه فوق نعمة. حلو، أنا بقى النعمة اللي عندي بشكرك عنها، مش بتذمر، لكن أنا عايز نعمة فوق نعمة. تستسمح لي يا رب ولا ده كلام يضايق؟ أنت قايله أهو، اديني يا رب نعمة في شغلي، اديني نعمة في وش اللي بقابلهم، اديني نعمة في عينين ولادي يسمعوا لي ويطيعوني ويمشوا في السكة اللي نفسي بحلمها له، وهكذا. يبقى أنت أخدت النص وإيه؟ وحولته صلاة.